بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين. في الكورس ده احنا في الفيديو ده إن شاء الله هنتابع مع بعض كورس الأوتوكاد 2015 اللي بيقدمه لحضراتكم المهندس عبد الرحمن محمد لبيب. هنعرف ايه في الكورس ده في الفيديو ده إن شاء الله؟ هنعرف في الفيديو ده الانوتيشن. ايه هو الانوتيشن؟ الانوتيشن ببساطة هو عملية التعريف بالرسمة بتاعتك يا باشمهندس. يعني ايه؟ يعني انت رسمت الرسمة بتاعتك خلاص، ايا يعني كانت بقى فيها ايه، عايز انت تبدأ تعرف بعض الحاجات اللي في الرسمة بتاعتك. يعني ايه تبدأ تعرف بعض الحاجات؟ يعني تكتب مثلا بعض العناوين، تكتب بعض التفاصيل، عايز تبدأ تحط بعض الأبعاد علشان تعرف مثلا المسافات ما بين الخطوط وبعضها أو ما بين النقط وبعضها، عايز مثلا تحط مجموعة من الجداول، عايز تعمل أي تفاصيل ليها علاقة بتعريفات الرسمة بتاعتك، هو ده اللي اسمه annotation. اوكي، طيب علشان نعرف الانوتيشن ده موجود فين، الانوتيشن ده موجود جوه الريبون زي ما حضراتكم شايفين كده عند المنتصف يمين الموديفاي تولز على طول اللي احنا كنا خلصناها في الفيديو اللي فات. طيب الانوتيشن ده بيحتوي بشكل رئيسي على 4 حاجات. اول حاجة التكست اللي هو الكتابات، والكتابات دي بتنقسم لنصين. النص الاول حاجة اسمها تكست، سنجل تكست، وحاجة اسمها مالتي تكست. لو جيت هنا عند حرف ال A المكتوب هلاقي ان في تكست، لو دوست كليك هلاقي في مالتي تكست وفي سنجل تكست. المالتي تكست ده اللي هو ال M تكست، الاختصار بتاعه في الكيبورد T. فلو انا دوست في الكيبورد T انتر او استخدمت الامر مالتي لاين تكست ده، هقدر ان انا استخدم مالتي لاين تكست ده. انا دوست كليك عليه علشان ابدا اشوف مع حضراتكم، فبيقول لي سبيسيفاي الفيرست كورنر، قول الكورنر ايه. هقول الكورنر مثلا من هنا لهنا. بيسالني هو ان ايه دلوقتي، بيقول لي ابدا اكتب، وهنلاقي هنا ان التاب اللي فوق اتغير بقى التكست اديتور، بحيث ان انت لو عايز تحط مجموعه من الرموز، عايز تعمل اي حاجه في التكست كتعديلات، هلاقي ان هو شبه برنامج يشبه الى حد ما برنامج الوورد، البرنامج الوورد بتاع شركه مايكروسوفت الاوفيس، اللي انت تقدر عن طريقه انك تحط اي تعديلات في التكست، تقدر تكتب اللي انت عايزه. فلو انا على سبيل المثال عايز اكتب هنا كلمه، فانا هنا كتبت مثلا ولنفترض توب ستار انجينيرنج. طيب لما انا كتبت كده انا كنت لقيت ان الكتابه نزلت على اكتر من سطر. ليه كده؟ لو انا دوست كليك عليها هلاقي ان الكروسنج ويندو اللي انا عملته لما انا عملت كورنر بتاع الويندو اللي هو بتاع الكتابه، المساحه اللي انا كنت كتبتها، المساحه اللي انا كنت حددتها مساحه كانت صغيره مقارنه بالمساحه بالكلام اللي انا كتبته، فهو باي ديفولت دخل في سطر التالي. طب لو انا عايز اكنترول الموضوع ده، في هنا عمليه اسمها عمليه الجريب اديتنج. الجريب اديتنج ان انت تيجي عند النقطه الزرقاء دي وتدوس كليك عليها، ممكن ان انا اقول لو سمحت غير لي العرض شويه بتاع التكست بحيث ان هم يجوا على سطر واحد. طيب عايز اقول لحضراتكم على نقطه، ان هو بالنسبه للتكست والانوتيشن بوجه عام نقدر ان احنا نغير في الخصائص بتاعتهم. فعلى سبيل المثال لو احنا قدامنا تكست زي ده عايز اغير الخصائص بتاعته، ممكن اخليه مثلا بدل ما هو باللون الابيض اخليه مثلا باللون الاحمر، ادوس اسكيب، فانا كده عملت تكست. طيب في حاجة تانية اللي هي بدل ما المالتي لاين تكست اللي هو زي ده كده، اقدر اقول له حاجة اسمها سنجل لاين تكست. السنجل لاين تكست ده اللي هو تكست الاختصار بتاعه DT. فلو انا قلت له عايز اعمل سنجل لاين تكست او قلت له DT، فبيقول لي قول لي الستارت بوينت بتاع التكست. فانا ممكن اروح دايس كليك كده، هنا مش بيسالني عن كورنر، هنا بيقول لي سبيسيفاي هايت، فانا بقول له هايت مثلا كده اللي هو الارتفاع. لو انا عايز اعمل روتيشن، عايز اعمل دوران، بيسالني انت عايز تعمل روتيشن او لا، فانا مش هقول له لا انا عايز اعمل روتيشن، خلي الروتيشن بتاعك زيرو، مش عايز اعمل اي دوران. دوست انتر من الكيبورد او كليك بالماوس، هلاقي ان هو بيقول لي اكتب التكست اللي انت عايزه. فلو انا عايز اكتب مثلا ونفترض نفس الكلمه اللي هي توب ستار انجينيرنج، هدوس كليك في مكان تاني، ادوس انتر بعدها، لان هو كتب الكلمة بس هنا بالسنجل لاين تكست. نلاحظ ايه الفرق بينهم. اول حاجة ان السنجل لاين تكست لو انا دوست عليه دبل كليك هلاقي ان انا مش بيفتح لي التاب بتاع التعديلات بتاعة التكست. معنى كده ان السنجل لاين تكست ده هو الابسط، ده حاجة. الحاجة التانية ان انا لو دوست انتر، يعني جيت هنا على سبيل المثال بعد كلمة انجينيرنج دوست انتر، هلاقي ان هو مش بيدخل في السطر اللي بعده، انما هو بينهي السطر ده، لان انا قايله هنا اعمل تكست على سطر واحد.
معنى كده ان انا لو جيت عايز اعمل تكست مكون من كذا سطر مرتبطين ببعض، ممكن اقول له عايز اعمل مالتي لاين تكست. اما لو انا عايز اعمل تكست مكون من سطر واحد، فانا هقول له خليه سنجل لاين تكست. طيب لو انا حبيت ان انا احول من مالتي لاين تكست الى سنجل لاين تكست، هعمل ايه؟ هعمل اكسبلود، الامر اكسبلود اللي احنا اتعرفنا عليه قبل كده. طيب ده بالنسبة للطريقة الاولى اللي هي بتاعة الكتابة. عايز اقول لحضراتكم على حاجة، ان احنا نقدر نعدل في حاجة اسمها التكست ستايل. التكست ستايل ده هو لو حضرتك عايز تعمل اكتر من ستايل للكتابة، يعني مثلا عايز نعمل ستايل لكتابة العناوين الرئيسية، عايز اعمل ستايل لكتابة العناوين الفرعية، عايز اعمل ستايل تالت لكتابة مثلا الملاحظات او التفاصيل، اقدر اعمل اكتر من ستايل. اقدر اعمل الستايلات دي ازاي؟ لو جيت عند الانوتيشن تاب ودوست كليك، هلاقي ان فينا حاجة اسمها تكست ستايل اللي هو الاختصار بتاعها ستايل. ولو انا دوست كليك هنا، اقدر ان انا ادخل واعدل في التكست ستايل اللي انا عايزه. هنا بيقول مثلا التكست ستايل اسمه ستاندرد، اوكي. فاقدر هنا اقدر اشوف الحاجات اللي هي فيه، مثلا زي الفونت، زي الهايت الارتفاع بتاعه، زي الويدث فاكتور، واقدر اعدل فيه اكتر من حاجه. ومش بس كده، انا لو عايز اعمل ستايل جديد ممكن اقول له عايز اعمل نيو ستايل، واشوف الستايل اللي انا عايز اعمل فيه برضو اي تفاصيل اقدر اعملها. طيب ده بالنسبه للستايل بتاع التكست. طيب دي النقطة الأولى اللي كنت عايز أوضحها لحضراتكم، اللي هي نقطة الـ annotation by text. طيب النقطة التانية في الـ annotation هي الـ dimensions. الـ dimensions الحقيقة من الحاجات المهمة جدا، لأن الـ dimensions هي اللي بتعرف المستخدم للرسمة المسافات ما بين الخطوط وبعضها. ومش محتاج إن أنا أقول لحضراتكم إن بنسبة 99% من الرسومات بيطلع معاها كمان فيها كمان أبعاد dimensions. طيب الدايمنشنز بيبقى جواها اكتر من نوع، بمعنى يعني انت عايز تعمل اي نوع من الدايمنشنز. لو انا عايز اوصل للدايمنشنز اصلا موجوده فين، ممكن برضو في الانوتيشن الاقي جنب تكست، الاقي فيه هنا شكل كده زي خط بعد، خط ابعاد. لو دوست كليك على السهم الصغير اللي جنبه هيظهر لي اكتر من نوع من الابعاد. ومش بس كده، ده كمان لو حضرتك بتبص معايا على اليمين، هنلاقي ان انا مثلا انا هنا ظاهر خط اللي هو التول بار بتاع الدايمنشن، دايمنشن تول بار. طبعا ده ممكن يكون يعني ممكن حضرتك تظهره او تخفيه، ونشوف مع بعض ازاي نظهره او نخفيه في وقت لاحق ان شاء الله من قائمة تولز. طيب والدايمنشنز برضو زي ما كنت بقول لحضراتكم من شوية عن التكست، ان احنا ممكن نعمل تكست ستايل نعدل في ستايل التكست، ممكن برضو نعمل دايمنشن ستايل. دايمنشن ستايل نوصله ازاي؟ ممكن نوصله من برضو من الانوتيشن هنا، هنلاقي ان في هنا حاجة اسمها دايمنشن ستايل نقدر نوصله بحيث ان احنا نقدر نعدل فيه اي حاجة، او بالاختصار اللي هو دي انتر، على ان انا اقدر اوصل للدايمنشن ستايل واشوف الستايل اللي انا عايز اتحكم فيه واعدله. بس ده مش هنعمله دلوقتي، هنعمله في محاضرة لاحقة ان شاء الله. طيب بالنسبة للدايمنشنز بقى، انا عايز اشوف ازاي استخدم الدايمنشنز. لو انا عندي مثلا لاين زي كده طوله، مثلا هكتب ان هو هخلي طوله 10 متر، انا عشان اخلي طوله 10 متر كتبت 10 من الكيبورد، بحيث ان انا احدد طوله ان هو 10 متر عشان اشوف وانا جاي اقيس دلوقتي. هقول له انا لو سمحت عايز اقيس دايمنشن لاين لينير. لينير يعني ايه؟ يعني طولي او عرضي، يعني افقي او راسي. فبيقول لي فين الفيرست اكستنشن لاين اوريجين، انا عايز فين نقطه البدايه. قلت له نقطه البدايه اهي. قال لي فين نقطه النهايه، قلت له نقطه النهايه اهي. دوست كليك على نقطه النهايه، لان هو كتب لي خط الابعاد ان هو فعلا طوله 10 متر بالظبط. طيب في طريقه تانية اقدر ان انا اقيس بيها اقيس بيها الحاجه، ان انا بيقول لي هنا قول لي فين اللينير، فين الخط، او سيلكت اوبجكت. سيلكت اوبجكت ده انا ادوس انتر على طول من الكيبورد، وبعد كده اختار الخط اللي انا عايز اجيبه ابعاده، هيجيب لي من بدايته لنهايته على طول مباشره. فدي الطريقه الاولى ان انا اقدر اجيب منها الابعاد. طيب في حاجه عايز اقول لحضراتكم عليها، ايه هي؟ ان الابعاد احيانا ما بتكونش ظاهره بوضوح، بيرجع ده في بعض الاحيان الى ان الابعاد بتكون كبيره قوي او صغيره قوي مقارنه بالخط اللي حضرتك بتقيسه. يعني ايه؟ يعني لو مثلا انا بقيس خط طوله، بدل ما انا هنا بقيس خط طوله 10 متر، بقيس خط طوله 10,000 متر بنفس حجم الخط ده، هل حجم الخط ده مقارنة بالخط اللي طوله 10,000 متر هتبقى باينة ولا مش هتبقى باينة؟ لا مش هتبقى باينة غالبا. علشان كده بيحصل كتير ان يجي المهندس يقيس خط ابعاد معين، لو هو بيرسم مثلا بالمليمتر، فلو الخط بالمليمتر مثلا طوله 10 متر هيبقى طوله 10,000 مليمتر، فممكن حضرتك تيجي تقيسه فما يبقاش واضح. فده بيرجع لايه؟ بيرجع لان الابعاد ممكن تكون التكست بتاعها صغير قوي او كبير قوي مقارنه بالخط اللي حضرتك بتقيسه. طيب
وده هنشوف ازاي نتحكم في حجم الكتابة من الدايمنشن ستايل ان شاء الله في المحاضرة بتاعته لما نوصل لها. طيب ده بالنسبة للخط الابعاد الافقي. طيب لو انا عايز اعمل خط ابعاد مايل على سبيل المثال، لو انا عندي خط مايل زي كده وعايز اقيس الخط المايل ده، هاجي هنا هدوس على السهم الصغير اللي جنب الدايمنشن ستايل اللي جنب دايمنشن، هقول له بدل ما هو لينير هخليه الايند. الايند ده يعني مايل. بيقول لي في نقطة البداية قلت له اهي، قال لي في نقطة النهاية قلت له اهي، قال لي ان طول الخط المايل ده هو كذا. طيب لو انا جيت اقيس دلوقتي الابعاد اللي هي بالدايمنشن لينير هيحصل ايه؟ هيحصل ان هو يجيب لك يا اما الطول الافقي او الطول الرأسي. يعني لو قلت له عايز اقيس كده من هنا الى هنا، هلاقيه بيقول لي يا اما انت عايز تجيب الطول الافقي، لو انا نزلت رأسيا هيجيب لي الطول الافقي، ولو انا قلت له انا عايز اجيب الطول من هنا كده مثلا لغاية هنا، لو مشيت افقيا هيجيب لي الطول الرأسي. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الفرق ما بين linear dimension و الالاين dimension ان linear dimension بيجيب لك الاطوال الافقية والرأسية تماما، اما linear اما الالاين فبيجيب لك الخطوط الاطوال المايلة زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب ده كلام كويس. بعد كده في نوع تاني من الدايمنشنز هو الانجولار. ايه هو الانجولار ده؟ الانجولار ده هو اللي بيقيس لحضرتك الزوايا ما بين خط والتاني. يعني عايز اعرف الزاويه ما بين الخط ده والتاني، هقول له لو سمحت انا عايز اقيس انجولار دايمنشن، فبيقول لي فين الفيرست لاين اهو، فين السكند لاين، هقول له اهو، لان هو بيقول لي انت عايز تقيس الزاويه الداخليه هي 39 درجه، لو عايز تقيس الزاويه الخارجيه اللي هي المكمله ليها 180 درجه هتبقى 141 درجه. فلو انا عايز مثلا اجيب الزاويه احطها هنا، ادوس كليك بالماوس هلاقي ان خط الابعاد ظهر بالشكل اللي انا عايزه في المكان اللي انا عايزه، اصلي فعلا الزاويه الخارجيه. اما لو انا عايز اقيس الزاويه الداخليه فهدوس برضو عليها نفس الشكل، ادوس كليك على الخط الاول، كليك على الخط التاني، بيقول لي عايز احط خط الابعاد فين، اقول له مثلا احط خط الابعاد هنا، هيقول لي ان خط الابعاد بتاع الانجلر ده الزاويه دي 39 درجه مئويه، 39 درجه عفوا. طيب لو جيت بعد كده ادخل في اللي بعدها هلاقي في حاجه اسمها ارك لينس. ايه هو الارك لينس؟ طول القوس. طول القوس ده اللي هو ايه؟ لو حضرتك عندك قوس، هرسم قوس هنا على سبيل المثال، عندي قوس زي ده وعايز اعرف طوله كام، ممكن اجي عند الارك لينس اقول له لو سمحت انا عايز اعرف طول القوس ده كام، قال لي طول القوس ده 2.52، يعني طول الخط ده على القوس نفسه طوله 2 متر 0.52 زي ما حضراتكم شايفين كده. عايز اقول لحضراتكم على حاجه برضو، ان بالنسبه للدقه بتاعه الابعاد، يعني هنا جايب لي مثلا اربع علامات عشريه، اربع ارقام بعد العلامه العشريه 5 2 9 3، فلو حضرتك عايز تكنترول العمليه دي تقدر تعملها عمليه كنترولنج من الدايمنشن ستايل زي ما هنعرف لاحقا ان شاء الله. طيب ده بالنسبه لو انت عايز تقيس اطوال الاقواس. في النقطه اللي بعدها اللي هي الريديوس والدايمتر. لو حضرتك عندك دايره او قوس زي كده، دايره مثلا وعايز اقيس الريديوس بتاعها، الريديوس اللي هو نص القطر بتاعها، ممكن ادوس كليك عليها كده فبيقول لي انت عندك الار قيمته اللي هو الريديوس قيمته 0.78. طيب لو انا عايز اقيس الدايمتر بتاعها اللي هو القطر بتاعها، الاقي ان هو بيقول لي ان الفاي بتاعها 1.56. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الدايمتر اللي هو القطر بيكون ضعف نص القطر، يعني بيساوي 2 نصف القطر، اللي هي اسمها 2 نق باللغة العربية لو حابين نعرف المصطلح باللغة العربية. طيب بعد كده في حاجة اسمها الأوردينيت. ايه هي الأوردينيت يا باشمهندسين؟ لو حضرتك عندك على سبيل المثال خط زي كده وعايز تعرف الخط ده الإحداثيات بتاعته ايه، فاحنا عرفنا قبل كده ان في امر اسمه اي دي. الامر الاي دي ده بيعمل ايه؟ امر الاي دي ده بيجيب لك الاحداثيات. فانا قلت له عايز اعمل اي دي، كتبت اي دي من الكيبورد دوست انتر، فبيقول لي سبيسيفاي بوينت، قول لي النقطه. فانا اقول له مثلا النقطه هي نقطه البدايه دي، دوست كليك عليها، فلقيت ان هو في الكوماند لاين بيقول لي ان الاكس بتاعتها بقيمه كذا والواي بقيمه كذا والزد بقيمه كذا، يعني احداثيات. طيب غير بقى الاحداثيات من هنا، لو انا عايز اقول له بقى الاحداثيات دي تكون مكتوبه اعمل ايه؟ اجي هنا في الدايمنشنز، هل ان في حاجه اسمها اوردينيت اللي هو يجيب الاكس والواي. فانا لو دوست على اوردينيت ده انا بيقول لي عايز تحط اللوكيشن بتاعها فين، فانا لو عايز النقطه دي ادوس اكس على الكليكايه بالماوس، لو نزلت بيها راسيا هيجيب لي الاحداثي الاكس، لو انا دوست عليها واتحركت بيها افقيا هيجيب لي الاحداثي الواي.
طيب ممكن نتأكد من الكلام ده، هدوس اي دي وادوس انتر، فبيقول لي سبيسيفاي البوينت، هقول البوينت هي دي، فراح فعلا قال لي ان الاكس قيمتها 7.18 زي ما هو مكتوب قدام حضراتكم، والواي قيمتها 10.24 زي ما هو قدام حضراتكم كده. طيب ده بالنسبة للإحداثيات، لو حضرتك عايز تجيب الإحداثيات وتخليها مكتوبة قدامك على الشاشة. طيب في حاجة كمان عايز أوضحها لحضراتكم، إن في هنا حاجة اسمها جوجد، ودي مش من الحاجات من الحاجات المهمة قوي. لو أنا عندي على سبيل المثال سيركل هنا كده، وعايز أنا أقول له مثلا عايز أحط الريديوس بتاعها بس بنظام الجوجد ده، فأنا هقول له لو سمحت أعمل جوجد، فأنا بيقول لي قول لي اللوكيشن بتاع السنتر، فانا هقول له مثلا هو هنا زي ما حضراتكم شايفين كده، بيقول لي قول لي طيب انت عايز تعمل الخط بتاعها فين بتاع الابعاد، هقول له هنا مثلا، هيعمل الشكل قدام حضراتكم ده اللي هو خط الابعاد بتاع الريديوس بس اللي فيه كسرة زي ما حضراتكم شايفين كده، الكسرة دي اسمها جوجد. تمام. طيب ندخل في نقطة بعدها، انا لو جيت ادخل بعد كده اشوف اكتر من كده، فلاقي فين في الريبون مفيش اكتر من دول بالنسبه للابعاد. طيب انا في حاجه تانية عايز اقول لحضراتكم عليها، في مجموعه تانية من الابعاد اقدر اقول لحضراتكم عليها سريعا، وهي من الحاجات اللي احيانا بنستخدمها. ايه هي؟ في عندي في التول بار بتاع الابعاد اللي هو الدايمنشن تول بار، الدايمنشن تول بار ده لو انا عايز اشوف ان انا اظهره ازاي، اظهره ازاي هو او اي تول بار تاني، لو جيت ادخل من قائمه تولز هلاقي ان في عندي حاجه اسمها تول بارز، بعدها في اوتوكاد، هلاقي في مجموعه كبيره من التول بارز اللي انا اقدر استخدمها، من ضمنهم الدايمنشن تول بار. فانا هنا ظاهر الدايمنشن تول بار لان انا دوست كليك عليه، فهو ظاهر موجود عندي هنا، الدايمنشن تول بار ظاهر عندي في الجنب اليمين، ممكن يكون ظاهر عند حضرتك في مكان تاني. طيب الدايمنشن تول بار ده فيه ايه؟ في مجموعه الادوات الاساسيه اللي احنا عدينا عليها، ونقدر كمان ان احنا نشوف مجموعه اضافيه من الادوات زي ايه اللي يهمني ان الفت انتباه حضراتكم ليها، حاجه اسمها كويك دايمنشن. الكويك دايمنشن ده بيعمل ايه؟ لو انا عندي على سبيل المثال خط كده، والخط ده هعمل له نسخة منه، هعمل له كوبي زي كده، وانا عايز اقيس المسافات بين الخطوط دي وبعضها مرة واحدة، هعمل ايه؟ ممكن اجي عند كويك دايمنشن، اقول له كويك دايمنشن، فبيقول لي سيلكت جيومتري، اخترت دول، هدوس انتر، هلاقي ان هو عمل ايه؟ هلاقي ان هو جاب لي المسافات ما بينهم مباشرة، ما بين كل واحد فيهم والتاني مباشرة، وعمل لهم على الاينمنت واحد، يعني عملهم على خط واحد. طيب دي حاجة جميلة. طيب حاجة تانية همسحهم، هعمل حاجة تانية. ايه هي؟ ان انا اقدر اقول له لو سمحت انا عايز اعمل دايمنشن، وبعد كده اعمل حاجة اسمها كونتينيو. ايه هو كونتينيو؟ لو انا عايز مثلا اقيس دلوقتي خط الابعاد ما بين مثلا ده وده، دوس كليك على الخط الاول، دوس كليك على الخط التاني، جاب لي خط الابعاد بينهم. طيب لو انا عايز اجيب خطوط الابعاد اللي بعد كده، هل انا مطالب ان انا كل مره ادوس كليك للبدايه وكليك للنهايه وبعد كده اعمل الاينمنت؟ بمعنى انا دلوقتي لو عايز اجيب خطوط الابعاد ما بينهم وبين بعضهم كلهم، ممكن اعملها مانيوال، ان انا اعمل كده ادوس كليك على الخط بتاع البدايه، نقطه البدايه ونقطه النهايه، وبعد كده ممكن انزل اعمل كده، وممكن ادوس كليك هجيب نقطه البدايه نقطه النهايه وادوس كليك كده، بس هم كده مش معملين على الاينمنت واحد. طب عشان اعملهم على الاينمنت واحد ممكن اعمل له جريب اديتنج، ان انا ادوس كليك على النقطه الزرقاء بعد ما اختار الخط وابدا اعمل لهم، اعملهم على الاينمنت واحد. بس الحقيقه ان العمليه دي مش عمليه، يعني ده مش اذكى الحلول. طيب امال ايه الحل الاسرع من كده؟ الحل الاسرع من كده ان انا لو انا عندي هنا الابعاد دي مش موجوده، هبدا ارسم خط الابعاد الاول مثلا زي كده، خط الابعاد الاول من هنا لهنا على سبيل المثال. اوكي، بعد كده في حاجه اسمها دايمنشن كونتينيو، لو جيت عند دايمنشن كونتينيو ده ودوست كليك عليه، هلاقي ان انا بقى معايا خط دايمنشنز دايناميك، بيسالني بس عن النقطه اللي بعدها، النقطه اللي جايه ايه، فممكن اقول النقطه اللي جايه هي دي، بيسالني النقطه اللي بعدها اقول له النقطه دي، بيسالني النقطه اللي بعدها بقول له النقطه دي، ادوس انتر ان هو خلص. خلاص عمل ايه هو كده؟ عمل ان ادالك نقطة البداية ثابتة، وهي تعني ان هي نقطة البداية بتاعت خط الابعاد هي نقطة النهاية اللي في الخط اللي قبلك، خط الابعاد اللي قبلك مباشرة، زي ما حضراتكم شايفين كده، وبيعملهم الاينمنت على خط واحد، بحيث ان هي الرسمة بتاعتك تبقى طالعة شكلها متناسق. هنلاقي ان فعلا السهم بتاع الابعاد هنا هو نفس البداية بتاعت هنا، هنلاقي كلهم خطوط الاسهم كلها على خط واحد، وده حاجة من الحاجات اللي بتستخدم في الأبعاد من وقت للتاني. طيب ده بالنسبة لموضوع الأبعاد، لو احنا كنا عايزين نعرف موضوع الأبعاد ده سريعا وعدنا عليه، وطبعا في تفاصيل أكتر من كده هسيب حضراتكم تستكشفوها بنفسكم. طيب
بس الادوات اللي احنا عدينا عليها دي هي الادوات الاساسيه كلها. بعد كده في الانوتيشن احنا عرفنا التكست وعرفنا الدايمنشنز. بعد كده في حاجه اسمها المالتي ليدر. ايه هو المالتي ليدر ده؟ المالتي ليدر ده تحت الدايمنشنز هنلاقي فيه هنا حاجه اسمها مالتي ليدر. المالتي ليدر ده لو انا قلت له عايز انا بس في البدايه عايز اوضح لحضراتكم ان في حاجه اسمها ليدر وفي حاجه اسمها مالتي ليدر. الليدر يفرق عن المالتي ليدر، الليدر يفرق عن المالتي ليدر زي ما التكست يفرق عن المالتي تكست. التكست يفرق عن المالتي تكست ان المالتي تكست فيه تفاصيل واضافات اكتر من التكست، بس في الاخر ممكن الاثنين يؤدوا نفس الغرض. برضه نفس الكلام بالنسبه للليدر والمالتي ليدر. المالتي ليدر لو حضرتك عايز تعمل ليدر ممكن تديله مجموعه بسيطه من ال، يبقى قدامك مجموعه قليله من الاوبشنز، اما المالتي ليدر يبقى قدام حضرتك مجموعه كبيره من الاوبشنز. فهنا هنستخدم الاوبشن اللي اسمه مالتي ليدر، الامر اللي اسمه مالتي ليدر. هنا هنلاقي ان هو تحت الدايمنشنز على طول فيه ليدر، وده احد الادوات بتاعه الانوتيشن. دوست كليك على المالتي ليدر فبيقول لي قول لي فين سبيسيفاي الليدر ارو هيد، يعني قول لي الليدر اللي انت هتعمله ده المالتي ليدر ده فين الارو هيد بتاعته، فين راس السهم عندك عايز تعملها فين. فانا لو قلت له عايزها مثلا تكون هنا كده دوست كليك بالماوس، بدنا نتحرك ادوس كليك تانية بيقول لي انت عايز تكتب ايه. فانا ممكن اكتب هنا الكلام اللي انا عايزه، مثلا عايز اكتب سي توب ستار انجينيرنج مثلا. كتبت توب ستار انجينيرنج، دوست كليك في اي مساحه فاضيه الاقي ان هو عمل لي ايه، هلاقي ان هو عمل لي التكست اللي انا عايزه، وهلاقي ان هو عمل كمان السهم اللي حضرتك شايفه ده، والتكست ده ظاهر بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. طيب اول حاجه لو انا عايز اعمل تعديل في خصائص المالتي ليدر ده اقدر برضو اعدل فيها بوجه عام في المالتي ليدر ستايل. المالتي ليدر ستايل ده اقدر اوصله منين؟ زي ما وصلنا للدايمنشن ستايل، زي ما وصلنا للتكست ستايل، هنلاقي فيه هنا المالتي ليدر ستايل، او برضو ممكن اوصلهم من قائمه فورمات. لو دخلت من قائمه فورمات هلاقي ان في تكست ستايل والدايمنشن ستايل وستايلات كتير زي ما احنا شايفين كده، وهنشوف مع بعض ان شاء الله اكتر في خلال الفيديوهات القادمة. طيب في المالتي ليدر ستايل تقدر تعدل ايه؟ تقدر تعدل مثلا شكل راس السهم، او تقدر تعدلها من البروبرتس. لو انا دوست على المالتي ليدر ده اخترته ودخلت على البروبرتس عشان اوصل للبروبرتس، يا اما ادوس كنترول 1 من الكيبورد او بي ار او اقدر اوصلها من اماكن تانية. فانا لما دوست كنترول ظهرت البروبرتس باليت قدامي دي اللي هي اقدر اعدل فيها الخصائص كلها. طيب انا هنا عايز اعدل ايه؟ ممكن اعدل مثلا اقول له لو سمحت انا عايز اعدل الليدر تايب. ايه هو الليدر تايب؟ الليدر تايب عندي هنا بشكل خطوط مستقيمه، انا اقدر اخليها حاجه تانية زي ايه؟ اقدر اقول له مثلا خليها سبلاين. لو قلت له عايزها تبقى سبلاين هلاقي ان الشكل بقى عامل زي ما يكون في كيرفيتشر كده، مش بقى ستريت لاين. طيب في حاجه تانية ايه هي؟ لو انا اخترته وعايز اعدل مثلا شكل راس السهم بدل ما هي بشكل السهم ده، ممكن اقول له خليه مثلا راس السهم تبقى اكبر من كده، من هي مثلا 0.18 ممكن اقول له مثلا خليها 0.5 هل ان راس السهم كبرت. ممكن اقول خليها مثلا 0.1 هلاقي راس السهم صغرت. طيب مع ثبات حجم التكست. طيب ممكن اقول له كمان غير الستايل بتاع الارو هيد راس السهم، يعني ممكن اقول له مثلا خليها دوت، هل ايه شكلها بقى دوت شكل الدايره بدل ما هي شكلها عامل براس السهم، خليتها شكلها عامل زي الدايره. وكمان اقدر ان انا اعدل في حاجات تانية كتير، زي مثلا لو انا عايز اخلي التكست ده بدل ما هو معمول كده ممكن اخليه يبقى تحته خط. ممكن يعني اختار التكست واجي عند الجزء بتاع التكست واقول له لو سمحت انا عايزه بدل ما هو ميدل اوف توب لاين اقول له اندر لاين توب لاين، اقول له خلي فيه تحته خط بالشكل ده. طيب هل ده كل حاجه؟ لا ده مش كل حاجه، ده انا كمان اقدر ان انا اقول له لو انا عايز اشاور بالتكست ده على اكتر من عنصر في نفس الوقت. يعني ايه؟ يعني لو انا عايز على سبيل المثال ان انا اخلي التكست ده يشاور على اكتر من حاجه بدل ما هو بيعمل بيشاور على حاجه واحده، لا ده انا ممكن اقول له لو سمحت من هنا اد ليدر اشاور من هنا، ممكن اشاور كده، ممكن اشاور كده، وممكن من الناحيه التانية كمان ممكن اقول انا عايز اشاور على حاجه من هنا وحاجه من هنا وحاجه من هنا. يعني انا اقدر اعمل ايه؟ يعني انا اقدر اخلي التكست نفسه المالتي ليدر يظهر يقدر يشاور على اكتر من حاجه، واقول له زي ما حضرتك عايز في البروبرتس بتاعته ان انا اخلي مثلا الشكل بتاعه بلون معين، اخلي الشكل بتاعه بسكيل معين وهكذا. فده اللي هو الاوبشن اللي اسمه مالتي ليدر. طيب لو انا عايز اغير مكان الليدر من دول، يعني لو انا عايز مثلا اخلي بدل ما هو بيشاور على النقطه دي عايز يشاور على النقطه دي، ممكن اتحكم بيه عن طريق اللي هو العمليه اللي عرفنا اسمها جريب اديتنج، ان انا ادوس كليك على الايتم اللي انا عايزه وابدا ان انا اتحرك بيها لان هو يعمل له حركه زي ما حضراتكم شايفين كده.
ده المالتي ليدر. طيب لو انا شلت عايز احط مالتي ليدر من دول، عايز احط عايز اشيل ليدر من دول، يعني عايز اشيل رجل من الرجول دي، ممكن اجي هنا واروح دايس على الاوبشن اسمه ريموف ليدر، ادوس على الريدر اللي انا عايز امسحه مثلا ده وده، وادوس انتر بعدها لان هم اتشالوا من المالتي ليدر. طيب ندخل في النقطة اللي بعدها بعد الليدر، وهي عملية ان حضرتك لو عايز تحط تيبل جدول. لو انا عايز احط جدول، دي برضو احد ادوات الانوتيشن. لو انا عايز احط جدول ممكن اقول له انا عايز احط تيبل، فانا قلت له عايز احط تيبل، ممكن اقول له حط لي جدول ليه كام عمود والعرض العمود كام، ممكن اقول له عايز كام صف، اقول له كام صف، ارتفاع الصف كام. فانا مثلا ممكن اقول له هنا عايز مثلا 4 صفوف و5 اعمدة، وهقول له بعدها اوكي عايز احط الجدول فين، اقول له عايز احط الجدول هنا مثلا، اقدر احط بعد كده الداتا اللي انا عايزها وادوس كليكيه في اي مساحه فاضيه، الاقي ان الجدول اتعمل قدامي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، واقدر طبعا اعدل فيه زي ما انا عايز. طيب ده حاجه بوجه عام، وبرده زي ما حضراتكم متوقعين انا اقدر اعدل في الجدول الستايل بتاع الجدول، ان انا اقول له عايز اعدل في التيبل ستايل من هنا. طيب السؤال كتير قوي بيحصل ان انا احتاج ان انا اربط برنامج الاكسل الشهير، برنامج اكسل طبعا حضراتكم عارفين ان هو برنامج الشهير المعروف بالجداول. لو انا عايز اربط برنامج الاكسل بحيث ان انا اجيب الداتا اللي فيه احطها على طول مباشره في برنامج الاوتوكاد، دي حاجه من الحاجات اللي بنحتاجها كتير قوي كمهندسين. فلو انا عايز اعمل كده هعمل ايه؟ ممكن اجي اقول له لو سمحت انا عايز اعمل مثلا تيبل، بس هقول له فروم داتا لينك. فروم داتا لينك ده اللي هو يعني ايه؟ يعني انا عايز اجيب اعمل جدول، بس الجدول ده مش هعمله مباشره جوه الاوتوكاد، لا ده انا هجيبه من برنامج تاني. فانا ممكن اقول له عايزه فروم داتا لينك، فهلاقي هنا لو دوست هنا الاقي بيقول لي ان مفيش داتا لينك موجود، ففي هنا حاجه اسمها لونش داتا لينك مانجر. لو انا دوست على لونش داتا لينك مانجر دي هعمل ايه؟ هروح دايس كليك عليها، هلاقي ان بيقول لي في عندك الاكسل لينك. طب هل انا عندي اكسل موجود لينك دلوقتي؟ لا ما عنديش، فانا هقول له كرييت ا نيو اكسل داتا لينك. لو دوست كليك عليها فبيقول لي انت عايز الداتا لينك ده اسمه ايه، عايز تربط بلينك اسمه ايه. فانا ممكن مثلا اقول له مثلا سي تيبل 1، اي حاجه اي اسم انت عايز حضرتك تسميه تيبل 1 على سبيل المثال. هقول له اوكي الجدول الاول، هل ان هو بيقول لي بعد كده الجدول ده موجود فين، بيقول لي هنا براوز براوز فور فايل، اه هدوس كليك هنا، فهلاقي ان مثلا الجدول اللي اسمه اكسل تيبل ده هو ده اللي انا عايز اجيبه احطه جوه برنامج الاوتوكاد. اختار الاكسل تيبل وهقول له اوبن، بعدها هقول له بيقول لي هنا انت عايز شيت كام، لان حضراتكم عارفين ان الاكسل ممكن يكون جواه اكتر من شيت، فبيقول لي انت عايز شيت رقم كام. هلاقي ان هنا بيعرض لي كمان شكل بريفيو لل الاكسل اللي حضرتك مختاره. يعني نشوف الاكسل ده، انا هفتحه مع حضراتكم دلوقتي عشان نشوفه سوا. هفتح فايل الاكسل اللي اسمه اكسل تيبل ده، هلاقي ان هنا في مكتوب تايب كاونت اي بي سي دي اي، ومكتوب قدام كل واحد فيهم كل نوع مكتوب قدامه العدد بتاعه مثلا ده في الايه، في فايل الاكسل. طيب هنشوف كده، انا هنا هقول له لو سمحت انا عايز هو فعلا ده، هقول له بعدها اوكي، وهقول له بعدها هنا اوكي مره تانية، واقول له هنا اوكي مره ثالثه. هيقول لي انت عايز تحط الجدول فين، هقول له عايز احطه هنا على سبيل المثال. هلاقي ان الجدول اللي كان موجود في برنامج الاكسل بقى موجود معايا في برنامج الاوتوكاد. ومش بس كده، امال ايه كمان؟ ده انا هلاقي ان كمان ان البرنامج اقدر اعمل فيه ابديت. بمعنى انا لو جيت في برنامج الاكسل قلت له انا عايز احط مثلا كمان بعد الاي عايز احط مثلا تايب مثلا اف، وتايب اف ده مثلا النوع بتاعه موجود 20 مرة، وبعد كده تايب جي، وتايب جي ده موجود عفوا تايب جي ده موجود مثلا 15 مرة، وهعمل سيف للفايل. عمل سيفنج للفايل، هقفل الاكسل. طيب هاجي الاقي في اليمين من تحت في برنامج الاوتوكاد بيقول لي ان في ابديت حصل في اللينك اللي هو اسمه تيبل 1، فانا قلت له ابديت، بيعمل ابديتنج، هلاقي ان الاف والجي اللي ما كانوش موجودين بقوا موجودين في الايه، في الاكسل. معنى كده موجودين جوه الاوتوكاد. معنى كده ان انت تقدر فعلا تربط ما بين الاكسل والاوتوكاد، ومش بس تربط، انت كمان تقدر تعمل دايناميك لينك. دايناميك لينك يعني لما تعمل ابديت في برنامج الاكسل يحصل الابديت ده بصفه اوتوماتيكيه بشكل اوتوماتيكي في برنامج الاوتوكاد. طيب سؤال، لو انا دلوقتي عايز اعدل او الغي اللينك ده افصل ما بينهم وما بين بعض اعمل ايه؟ ممكن باستخدام امر اكسبلود. لو انا اخترت الفايل بتاع اخترت جدول الاكسل اللي جوه برنامج الاوتوكاد وقلت له اكسبلود، الامر اللي احنا عرفناه قبل كده دوت اكسبلود، هلاقي ان هو فعلا رجع لي الاكسل لصوره تكست عادي خالص، مجموعه من الخطوط
ومجموعة من التكستات العادية خالص اللي اقدر اعدل فيها او اعمل فيها اي حاجة زي ما انت عايز جوه برنامج الاوتو كات. احنا كده في المحاضرة دي، مش عايز اطول حضراتكم على اكتر من كده، انا كده في المحاضرة دي عرفت الانوتيشن، عرفت ازاي اعمل تكست ومالتي تكست، عرفت الدايمنشنز المختلفة، عرفت الليدر والمالتي ليدر، وعرفت كمان التيبل وازاي نربط تيبلز من الاكسل ببرنامج الاوتوكاد. وبرضه للعلم ان الانوتيشن اقدر ان انا اشوف فيه حاجات اكتر من كده، بدل ما انا شغال في الانوتيشن جوه الهوم تاب في الريبون، لا ده انا كمان اقدر اروح للانوتيت، الانوتيت تاب اللي هو فيه مجموعة مفصلة وكبيرة من التفاصيل والداتا بتاعت الانوتيشن، وتقدر حضرتك تطلع عليها وتشوفها. واحنا عدينا فعلا عليهم، يعني احنا هنلاقي ان احنا عدينا على التكست، ولا ان احنا عدينا على الدايمنشنز، ولا ان احنا عدينا على الليدر، وعدينا على التيبل، وعدينا قبل كده على الريفيجن كلاود في محاضرة من محاضرات الرسم. اشكركم شكرا جزيلا، كان مع حضراتكم المهندس عبد الرحمن محمد ابيب، اشكركم. وطبعا مش محتاج ان انا اكد لحضراتكم كمان مرة ان احنا نقدر نتواصل عن طريق الكونتاكت انفورميشن الموضحة، سواء على الموبايل او الفيسبوك او اي طريقة تانية. اشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.